حكومة والدولة أحييكم بتحية الله تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق للرجل زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام والصلاة والسلام على خير خلقه محمد سيد المتزوجين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة الحضور، لقد من الله سبحانه للإنسان نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها نعمة الزواج تطهيرا للأنساب، تنمية للنسل الإنساني، وترقية إلى الكمال البشري. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال سبحانه في ترسيخ قاعدة الزواج: وإنه ركن أساسي في تكوين مجتمع إنسان سليم، فقال سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وفي كون الزواج قد ثبت التاريخية قبل هذه الأمة، يقول الله سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. إذن سنة الأنبياء والمرسلين. وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختيار الزوجة، وطلب منها التفكر والتثبت في اختيارها، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وقال: تنكه المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربط يداك. أيها الحفل الكريم، اجتمعنا هذا اليوم بمناسبة إعلان زواج أخينا مفتش التعليمي يوسف عبد بكريمته تجارة بنت الشيخ علي، وذلك تأسيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كوزي تبجي تكوف وبابا مغمنا وميج ngarjobuwa ihafla ntukufu yinu ha emirongozi ya Allah subhanahu wa ta'ala ijote kereziwa ne mwana hanyu Hashim Ali fali atafadla na shukuri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشر.
يبشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم ana yakulubina nora hamara bibi ngarju para fundi wacu hashim muhammad abdullah yaji alinike ikalmat shukr fali tafadhal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa tukufu muslim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kajawe wa imana hambangar tekleza wa kalimat shukr hauka haini wakati mwanadamu ya hundana na neema yo lazimu ya shukuri ya Mwenyezi Mungu hasibabu ubenua ndola ikao hizo miongoni mwa sunna za Uislam ndola ikao yo ya ajabu kabisa haukaya ndola nyitukufu ikao re bwana harusi roa mzingiza re bibi harusi Rwa mzingiza wansi pia maulamau. Maulamau ikawo haini mzima ya mtukufu kiasi ukayo nsina ushinda au njajo subuti. Nivumbuwe mru haukaya nsujua mru vumbuwa ndobi ndensindobi. Ekari unazarambe magwene harusi. Ekati mzee wahe mzee wabwene harusi ikawo ndia mlela. Onrobakia kwa pia emabwana harusi de wizara ya homsomo ne mafundi wa heshisi wa shangazija ne wanoro mishi hao harmazi daranza msomo nsi pia ole mabwana harusi wa shughuli ya leo elema nikao ekakartsone waziri wa homsomo ban daboka yewe waziri wa homsomo wa lesi balangazija mndu mshe nasema shughuli ha tukarjaru husu mndu mshe rekanzize husoni sha fundi watu مفتش تربوي يوسف عبدو ويمان ادم ويكاو هونسا درسنكو وهرمي علم بعدا بكاو يو يانزا شهونسا مصوب وهرمي ام جيونو بكاو كان فكيري وان روكايا وكاتيا كوفانيا كوسو توي درسا يو wangu wa mwelewa wa shashi ikatidaba handa mwanonoka akana upezo wa matso wakahule rahano wangu wakawamzingiza wakawashira unayo